ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، نواصل شرحنا لكتاب الفيض الوهاب بتيسير اصول الفقه في سؤال وجواب. وكنا قد وصلنا الى الكلام عن السنه في ادله الاحكام، السنه في ادله الاحكام. تكلمنا عن تعريف السنه لغه واصطلاحا، وتكلمنا عن تقسيمات السنه من عده اعتبارات. واليوم باذن الله عز وجل نكمل كلامنا عن حجيه السنه. سؤال: تكلم عن حجية السنة. تكلم عن حجية السنة. الجواب: أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وهديه، ولزوم سنته وهديه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أو أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، على وجوب اتباعها. فأهل الإسلام مجمعون على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها. يجب اتباعها والتحاكم إليها والاحتجاج بها، والاحتجاج بها. والأدلة على وجوب اتباع السنة والتزامها كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله. لا المكان حد يقعد ماشي ماشي يا جماعة. فالأدلة ما... طب هنعمل ايه؟ طب العم الإخوة بيسجل. ماشي. والأدلة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا. يعني الله عز وجل أمر في القرآن بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في كتابه. من هذه المواضع قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وغير ذلك من الآيات. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل. أكثر من 30 موضعا يأمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول هي التزام أمره وسنته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بس
أقول يعني السؤال تكلم عن حجية السنة. الجواب: أجمع المسلمون على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، وعلى أن السنة حجة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن. نقل هذا الإجماع غير واحد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعاها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، فإن المسلمين جميعا متفقون على وجوب اتباعها، والأدلة على حجية السنة كثيرة، من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع كما ذكرت لكم. فمن القرآن على سبيل المثال للحصر الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن الله عز وجل أمر، أو أحصى أهل العلم الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فذكروا أن ذلك في أكثر من 30 موضعا، من كتاب الله عز وجل يأمر الله عز وجل بطاعة رسوله، كقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكذا قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات. ثانيا، رتب الله عز وجل الوعيد الشديد على من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن ترتب الوعيد على مخالفة الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب اتباع أمره، وأمر النبي في سنته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في السنة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نفى الرب جل وعلا نفى الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا صدر حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خيار لأهل الإيمان أو لا اختيار لهم في اتباع هذا الحكم أو عدم اتباعه، بل يجب عليهم اتباعه، وهذا هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، إذن إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء في سنته صار من الحتم والإلزام أن يتبعه أهل الإيمان، بل نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرضى بحكمه ويسلم له تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم: فتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإسلام،
مقام الإسلام أن يحكم المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته، والرضا بحكمه مقام الإيمان، انتفاء الحرج من الصدر مقام الإيمان، والتسليم التام مقام الإحسان، مقام الإحسان. تبه، ولا شك أن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالتحاكم إلى سنته، إلى سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك أمر الله عز وجل برد النزاع إلى الله ورسوله، وجعل هذا مقتضى الإيمان ومن لوازمه، ومن لوازمه، ورد النزاع إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسوله أي إلى سنته. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انتبه، فجعل هذا من لوازم الإيمان أن يرد النزاع إلى الله ورسوله، ورد النزاع إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسوله أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ومن السنة وغير ذلك من الأدلة في القرآن كثيرة على هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتبه، فجعل الله عز وجل علامة محبته تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى العلماء هذه الآية، سماها الحسن آية المحنة، آية الامتحان، أي المؤمن الصادق علامة إيمانه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمضي وراءه. وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتبه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر المؤمنين بأن يلزموا ما أتاهم الله ورسوله، ما أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولذلك السنة وحي من الله، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي في حقيقتها، يعني الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة تحتم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم كلامه على كلام أي أحد من البشر صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنة كذلك الأدلة كثيرة، منها الأمر بالتزام سنته عند وقوع الاختلاف، كما في حديث الألباضي بن سارية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا تمسكوا بعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. انتبه، ثم يقول: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. انتبه، وهذا الحديث من أعلام نبوته كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيأتي أقوام بعده يزعمون أنه لا التزام إلا بما في القرآن وعدم الرجوع إلى السنة، وقد حدث هذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النصوص وغيرها دالة أو تدل على حجية السنة. انتبه، على حجية السنة، وأن هذا أصل ثابت من أصول هذا الدين، وقاعدة ضرورية أن الدين يؤخذ من القرآن والسنة،
من القرآن والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم تبه يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. الإمام الشافعي يقول: لا أعلم أحد نسب نفسه إلى العلم أو نسبه الناس إلى العلم، أي لا يوجد أحد من أهل العلم البتة تبه ينازع في أن اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لازم وحتم لا مناص منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: والتسليم لحكمه، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهم. نعم، يبين أن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وكذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن الله جل وعلا لم يأمر باتباع أحد من البشر اتباعا مطلقا بعد اتباع أمر الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعته مطلقة، وما سواهما وما سوى الله عز وجل ورسوله طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله. وهذا يظهر في قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث كرر الفعل مع الله أطيعوا ومع الرسول أطيعوا، ولكن مع أولي الأمر لم يأتي الفعل، فدل هذا، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فدل هذا على أن طاعة الله عز وجل مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وطاعة العلماء والأمراء وكل مطاع بعد الله ورسوله مقيدة بطاعة الله ورسوله، أي إن أمروا بما أمر الله به ورسوله ولم يأمروا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الله لازم طاعته، أما إن عصوا الله ورسوله أو أمروا بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم يقول: أنه لا يلزم قول، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تابع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا ومن قبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله، أي إذا صح صلى الله عليه وسلم تبه إذا صح. ومن هنا يتضح لك أن اتباع السنة وحجية السنة ووجوب التزامها فرض لازم، وأن من ينازع في هذا إنما يدعو إلى باطل مردود ومنكر مردود عليه. ولذلك ينبغي أن نعلم أن هذه الدعوات التي يرددها الزنادقة وأعداء الدين وأهل الزيغ والضلال ممن تربوا على موائد أعداء الإسلام التي نسمعها اليوم بالمطالبة بالاكتفاء بالقرآن أو الانصراف عن السنة أو عدم العمل بسنة الآحاد الصحيحة، كل هذه دعوات هدامة باطلة مردودة تخالف صريح القرآن وصريح السنة، ويسعى أهلها في الحقيقة إلى هدم الدين، إلى هدم الدين، تبهوا أيها الأحبة. وأنه كذلك لا يجوز إذا تبين لأحد تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر له الدليل من كلامه، لا يجوز له أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة أحد من الناس كائنا من كان، لا صحابة ولا إمام متبع ولا أحد على الإطلاق ولا طائفة من الناس، كل هؤلاء إذا خالف كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رد وضرب به عرض الحائط واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة التابعين
ومن الأئمة الأربعة الذين اتفقوا جميعا على وجوب اتباع سنة النبي، وأن كلامهم إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب به عرض الحائط وأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجب والله كل العجب من أقوام اليوم، بعضهم قد يدعي السلفية، انتبه معي، مجرد ادعاء، وهؤلاء يزعمون أننا ينبغي أن نأخذ أقوال الأئمة أو معتمد المذهب، مذهب من المذاهب، حتى لو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله يخالف الإجماع ويخالف الكتاب والسنة، وكلام مردود باطل على أصحابه. لا ينبغي لأحد من الناس إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعاها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما قال الإمام الشافعي. ولذلك لما سئل في مسألة أو عن مسألة فأجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ثم ذكر الحديث، فقال له السائل: وأنت وما تقول فيها؟ انظر إلى رد الشافعي رحمه الله، انتبه، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم. قال له: هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيت الزنار على وسطي الذي يربطه المجوس؟ هل رأيت؟ أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تقول، وأنت وماذا تقول؟ وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ هل لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبه إلى هؤلاء الأكابر، وكيف عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا اليوم في دعواتنا إلى الله عز وجل، وأن ندعو الأمة إلى اتباع النبي ولزوم سنته وهديه، فإن سنته كما هي المبينة للقرآن، وهي المؤكدة له، وهي المنشئة للأحكام كذلك. هذه أقسامها كما تكلمنا في المرة السابقة، انتبه معي. قال الشاطبي في هذا المقام رحمه الله: ولا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه، وهي السنة. وهو السنة، سنة شريحة القرآن، مبينة القرآن، كما ذكرت لك، لولا السنة ما عرفنا كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا كيف نعبد الله عز وجل. فقد أتت أوامر القرآن مجملة، وبيانتها السنة بيانا شافيا كافيا، فعرفنا كيف نعبد ربنا تبارك وتعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله، نقولات كثيرة، أنا يعني أكتفي ببعضها في هذا الباب. وقد أمر الله عز وجل بطاعته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعي أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء. يعني إذا طاعة الرسول طاعته مطلقة صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل وافق كتاب الله كما قال، يعني ولم يشترط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق كتاب القرآن حتى تتبع، وإن لم توافقه لا تتبع، لم يقل هذا. وده رد على مين؟ ما قاله بعض الزيخ، كما يذكر أهل الزيخ والضلال. قال عبد الرحمن بن مهدي، ينقل عنها، يقوله عبد الرحمن بن مهدي من الأئمة الأكابر: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. إيه هو الحديث؟ يعني ما روي، ماشي، من أنه قال، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتاكم عني فاعرضوه. هذا الحديث يردده الزنادقة و يعني أهل الهدم والزيغ، يقولون: ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله ها فأنا لم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه أي هداني الله. قالوا ده حديث. طبعا هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام لا يصح عن النبي عند أهل العلم بصحيح الحديث من سقيمه، أهل الجرح والتعديل وأئمة هذا الشأن وهذا الفن، الذين يقدرون على التمييز بين الصحيح والضعيف، ويغربلون السنة غربلة كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، يحكمون على هذا الحديث بالبطلان. وبعضهم عارض هذا الحديث، ماشي، يعني ذكر من أهل العلم
وقال كلاما جميلا من أهل العلم، قال: نحن عرضنا هذا الحديث على كتاب الله، ماشي، على كتاب الله، فوجدناه، فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لم يقله زي ما قالوا عرضوه، عرضناه وجدناه مخالف للقرآن، يبقى كده إيه؟ لم يقله، كان مخالف القرآن، في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأقبلك فليحذر الذين يخالفون، معارض لكتاب الله عز وجل، فعلمنا أنه باطل كما ذكرهم. يعني حتى هم اللي قالوا وضعناه برضو، رجعنا الحديث للقرآن وجدنا هذا الحديث مخالفا للقرآن، فعلمنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، لأننا وجدنا القرآن يقولون أمر بالتأسي مطلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من مخالفته، وأمر برد النزاع والتحكم إليه صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه حديث باطل مردود. وبالجملة فالأدلة كثيرة على حجية السنة وعلى وجوب التحكم إليها ورد النزاع إليها والتزام الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، حتى ولو كان حديث أحد فإنه يجب العمل به، فالحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه في العقائد والأحكام. طيب، أذكر أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان حكم كل فعل. طيب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا سنة النبي قولية، فعلية، تقريرية. فأنا السؤال لك، أذكر إيه؟ أقسام أفعال النبي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة أقسام، إلى عدة أقسام. الأول الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية. إيه الجبلية؟ زي القيام، قعود، أفعال الجبلية زي القيام، قعود، الأكل، الشرب، وهذا القسم مباح لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد أو لم نتعبد به، نحن مجرد الأكل، ماشي، ولذلك نسب إلى الإيه؟ إلى الجبلة، وهي الإيه؟ الخلقة. ما لم ترد بعض الآداب الضابطة لهذه الإيه؟ الأفعال. لكن هذه الأفعال في أصلها إيه؟ أفعال جبلية، يعني إيه؟ يعني انتبه معي، يعني منسوبة للجبلة الخلقة، فطرة، كل الناس ينام، كل الناس ينامون، كل الناس يأكلون، يشربون، في أصلها أفعال مباحة، ماشي، وجبلية، إلا إذا وردت بعض الإيه؟ الأحاديث التي أو الأدلة التي إيه؟ تضع أدابا وتضبط هذا، أو تأمر ببعض الأوامر الخاصة بها، مثلا كأداب الطعام والشراب، أداب النوم، كذا، فكل هذا الأمر بالأكل باليمين، ماشي، والشرب بها، النهي عن مثلا الشرب قائما وورود الإجابة كده، استحباب على أرجح الأقوال إنك تشرب جالسا، ماشي، لورود حديث سبق أو أثبتت جواز الشرب قائما، وطبعا أحاديث أخرى بالأمر بالشرب جالسا، طيب، وقاس الطعام طبعا على ذلك، ونحو هذا من الأداب. أما هذه الأفعال في أصلها أفعال جبلية لم يقصد التعبد لله عز وجل إلا بالنية، طبعا هي مباحة، وبالنية بتحول المباح إلى مستحب، لكن في أصلها أفعال جبلية. ولو تأسى متأسي بها بهذه النبي فيها حتى فيما لم يرد به تفصيل الأوامر فإن هذا ماشي، يعني خير ورغبة في الخير لا بأس به. طيب، الثاني بقى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الخاصة به، الأفعال الإيه؟ لأن عندي رقم واحد الأفعال الإيه؟ الجبلية، هذه أصل ومباح ما لم يرد دليل الإيه؟ أيوه، يضع لا أدابا أو لا أو غير ذلك. طيب، الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل اختصاصه إيه؟ بها، كالجمع بين تسع إيه؟ 90 نسوة، ماشي، فده يحرم التأسي به في صلى الله عليه وسلم، خاصة بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتهى بامرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبت نفسها خالصها لك من دون المؤمنين، ماشي، وغير ذلك مما وردت الأدلة بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ف
فما ثبت الدليل باختصاصه به صلى الله عليه وسلم يحرم، لا يجوز لغير أن يتأسي به فيه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، زي أفعال الصلاة، صلوا كما رأيتموني، والحج، خذوا عني مناسككم. فحكم هذا القسم تابع لما بيّن، تابع لما إيه؟ لما بيّن. فإن كان المبين واجبا كان الفعل المبين له إيه؟ واجبا، وإن كان مندوبا فإيه؟ فمندوب، وإلى آخر التفاصيل في هذا الباب. لكن هذه أفعال تتبع وتلتزم لأنها للتشريع، مبينة للسنة. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طيب الرابع، الفعل المحتمل للجبل والتشريع، يعني يدور بينهم، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وضابط هذا القسم أن تقتضيه الجبل بطبيعته، لكنه وقع متعلقا بعبادة، تبه معي، بأن وقع فيها أو في وسيلتها، زي إيه؟ زي الركوب إلى الحج ودخول مكة من كداء، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إيه؟ راكبا مثلا، أو بصفة معينة صلى الله عليه وسلم. فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، هل هو مباح أو مندوب أو إيه؟ مندوب. ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. فمن رجح فعل ذلك والاقتداء به قال هذا ليس من الجبل بل هو من إيه؟ من الأفعال التشريعية. ومن رأى أن ذلك يحتمل أنه جبلي أو غيره فيحمله على الإيه؟ على الجبل. وغايته أن يدل على الإيه؟ ها؟ على الاستحباب. غايته، لأن المجرد الفعل كما ذكر أهل الأصول يدل على الإيه؟ على الاستحباب، وعلى أن هذا الأمر سنة، وعلى أن هذا الأمر إيه؟ سنة. إحنا عرفنا أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أفعال جبلية أصلها مباح، ما لم يرد نص يتعلق بآداب معينة بها، ها؟ خاصة بالنبي يحرم التأسي به، بيانية تشريعية، هذه يجب إيه؟ أخبرك أنت إزاي؟ هذه ملتزم ويلتزمها الناس حسب تفاصيلها، إذا كانت مبينة لواجب وإذا كانت مستحبة ماشي، أو تشريعية برضو منشئة لأحكام، يعني حتى لو كانت منشئة، يعني التشريعي سواء كان مبين أو إيه؟ أو منشئ لحكم جديد، لأن السنة منها كما ذكرنا في أقسامها إيه؟ ها؟ منشئة، في مؤكدة وفي مبينة وفي منشئة، وفي إيه؟ منشئة. مش يعني ايه؟ يعني تؤسس لحكم جديد. ايوه، لم يرد يعني مجمله في القرآن، ولم يرد في القرآن ولا مجمله، لكن ورد ايه؟ الامر باتباع الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبحجية السنة. ماشي. طيب بعد ذلك تكلم عن حجية تقريره صلى الله عليه وسلم، لو التقرير الجواب ماشي. فكرنا بالتقرير ماذا يا جماعة؟ قلنا ما هو التقرير؟ ذكرنا المقصود بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أن يفعل أحد من الصحابة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يقول قولا، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، لا ينكر إيه؟ ها؟ ويسكت كإقراره إيه؟ إنشاد الشعر المباح فين؟ بين يديه، وإقراره عمرو بن العاص في التيمم لما يجد الإيه؟ الماء، وإقراره لخالد بن الوليد خالد في أكل الضب مع النبي لم يكون صلى الله عليه وسلم. طيب ايه بقى حكم هذا الاقرار؟ ايه حجيه؟ ده الادله على انه حجه وانه من السنه، واخبرك حجه. انتبه، اولا هذا الاقرار حجه لانه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه، لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الايه؟ الحاجه. ماشي. سكوته يدل على جواز الايه؟ ها؟ يدل على جواز الفعل، ولو لم يكن جائزا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولما سكت على ذلك. ماشي. بخلاف سكوت غيره، يعني سكوت غير النبي ممكن يكون لسبب لعارض، ممكن يكون يعني لا يجرؤ على الإنكار، يهمل في الإنكار، لكن النبي مقامه يمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بقوله: باب من رأى ترك النكير من صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. تبه معي، يبقى ترك النكير يعني ايه؟ ها؟ الإقرار.
انه اقر صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينكر. يقول بقى حج لا من غير مين؟ اما من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحج. حتى ليس بايه؟ لورود الاحتمالات عليه، لورود الاحتمالات ايه؟ عليه. واضح؟ وكذلك ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ان وجوب الانكار لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لقوله تعالى ايه؟ والله يعصمك من الناس. والله يعصمك ايه؟ غيره يسقط عنه الوجوب بالخوف بالعذر، لكن الرسول لا، صلوات الله وسلامه عليه، لان الله يعصمه من الايه؟ من الناس صلى الله عليه وسلم. وانما يكون سكوته وعدم انكاره حجه، خدت بالك؟ فيدل على الجواز بشرطين. بس يدل على الجواز انه حجه بايه؟ ها؟ بشرطين. ما هما الشرطان؟ واحد، ان يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل او القول، فاما ان يقع ذلك بحضرته او في غيبته لكن ينقل اليه او في زمنه وهو عالم به، الانتشار شرا يبعد معه الا يعلمه. اثنين، الا يكون الفعل الذي سكت عنه صادرا من كافر، لان انكاره صلى الله عليه وسلم بما يفعله الكفار مع ايه؟ اخبار الجامع معلوم كل يفعله مردود، لكن العبره بما يفعله من؟ ان يكون الفعل ده ايه؟ مسلم، فعله بين يديه صلى الله عليه وسلم وسكت النبي عن هذا الفعل، او قال هذا القول وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على ان اقرار النبي له هو ها ايوه حجه، على انه حجه صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.